الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار، قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أبي نضرة قال: كان ابن عباس يأمر بالمتعة وكان ابن الزبير ينهى عنها، قال: فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله فقال: على يدي دار الحديث، تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما قام عمر قال: إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء، وإن القرآن قد نزل منازله، فأتموا الحج والعمرة لله كما أمركم الله، وأبتوا نكاح هذه النساء، فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة. في الرواية الأخرى قال في الحديث: فافصلوا حجكم من عمرتكم، فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن نقول لبيك بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعلها عمرة. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في حديث جابر في الرواية التي قبل هذا التي قرأناها المرة السابقة من حديث جابر أنه حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام ساق الهدي معه، وقد أهلوا بالحج مفردا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحلوا من إحرامكم فطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة، وقصروا وأقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج، واجعلوا التي قدمتم بها متعة. قال: أعلم أن هذا الكلام فيه تقديم وتأخير، وتقديره وقد أهلوا بالحج مفردا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا إحرامكم عمرة وتحللوا بعمل العمرة، وهو معنى فسخ الحج إلى العمرة. قال: أحلوا من إحرامكم فطوفوا البيت وبين الصفا والمروة، يعني بهذا تتحللون من الإحرام. كلمة أحلوا من إحرامكم ليس أنه يتحلل أولا ثم يطوف، وإنما أحلوا من إحرامكم كيف طوفوا بين الصفا والبيت وبين الصفا والمروة وقصروا، فبهذا تتحللون من إحرامكم. يقول: وقد اختلف العلماء في هذا الفسخ، هل هو خاص للصحابة تلك السنة خاصة أم باق لهم ولغيرهم إلى يوم القيامة؟ فقال أحمد وطائفة من أهل الظاهر: ليس خاصا، بل هو باق إلى يوم القيامة، فيجوز لكل من أحرم بحج وليس معه هدي أن يقلب إحرامه عمرة ويتحلل بأعمالها. بل مذهب أحمد استحباب ذلك وليس الجواز فقط، ومذهب أهل الظاهر وجوب ذلك، وهذا القول أعني مشروعية فسخ الحج إلى عمرة، فسخ الحج لمن لم يسق الهدي إلى عمرة، دل على بقائه وعدم نسخه حديث سراقة بن مالك، حديث جابر عن سراقة بن مالك أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم لأبد؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: دخلت العمرة في الحج، لا بل لأبد أبد. فهذا يدل على مشروعية هذا الفسخ إلى يوم القيامة. وأما من زعم تخصيصه بقول صاحب أو باجتهاد مجتهد من بعد الصحابة رضي الله عنهم فهو محجوج بمن خالف من الصحابة رضي الله عنهم، وإذا اختلف الصحابة لم يكن قول بعضهم حجة على البعض الآخر، ومحجوج بما ثبت في السنة قبل ذلك. وطالما لم يقع الإجماع على تأويل السنة أو نسخها أو عدم العمل بها، والأمة لا تترك أبدا العمل بالسنة إلا لمعارض مثلها لسنة أخرى أو لكتاب، لا يوجد أحد من علماء الأمة يقدم قول أحد على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما إذا
ظن وجود إجماع على مخالفة أمر ثبت بالسنة، تأوله على وجود ناسخ أو صارف أو غير ذلك، وإذا وقع إجماع صحيح على مخالفة ما ورد في السنة دل إما على عدم صحة هذا الذي أسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو دل على وجود ناسخ من السنة. ليست السنة تنسخ بآراء أحد ولا بقول أحد، ولا تعارض بقول أو فعل لإجماع المسلمين، كما نقله الشافعي رحمه الله على أن من استبانت له السنة لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس. فالأصل في هذا الباب ليس بمختلف فيه عند العلماء، وأنه ليس لعمر ولا لغير عمر رضي الله عنه ولا لجميع مجتهد الأمة أن يجتمعوا على خلاف السنة من غير مبين أو ناسخ أو صارف من السنة أو من الكتاب. فالإجماع ليس دليلا يعارض به السنة، وإنما إن وجد فهو دليل كما ذكرنا إما على عدم ثبوت هذه السنة أو على نسخها بناسخ. ليس الإجماع بناسخ، ليس يجوز لمجتهد الأمة أن يجتمع مثلا ويقرر حل أمر لم يكن حلالا، أو يحرم أمرا كان حلالا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام باتفاق العلماء. ليس لهم أن يعطلوا ما أوجبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا عالم ولا إمام ولا خليفة ولا جميع مجتهد الأمة وجميع علمائها، ليس لهم أن يغيروا شيئا أتى به النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا فرق عظيم هائل بين أهل الإسلام في نظرتهم لعلمائهم وبين أهل الكتاب الذين وصفهم الله فقال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. واختلاط هذا المفهوم عند الكثيرين يجعلهم يطالبون أهل العلم بأن يقرروا شيئا خلاف ما ثبت في الكتاب والسنة، يظنون أن هذا من حق العلماء أن يجتمعوا ويقرروا إيقاف حكم معين مثلا أو إلغاءه، أو أن هذا أمرا كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ألغي بعد ذلك لعمل الأمة بخلافه. وهذا كله من الضلال المبين. ولو عجزت الأمة عن أمر معين لم تستطع أن تقوم به لم يكن ذلك ناسخا له، كما أن فرض الجزية مثلا اليوم لا يقوم به المسلمون ولا يطبقونه لعجزهم منذ احتلال بلادهم، لكن ذلك لا ينسخ ولا يلغي هذا الأمر، ولا يقال هذا في ذمة التاريخ كما يقول بعض الزنادقة أو بعض من يوافقه من الجهلة. هذا الفرق الهائل المهم يتضح جليا في كلام أهل العلم على هذه النصوص، ويبين أن العلماء وفي مقدمتهم الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم، لا يحللون ولا يحرمون من قبل أنفسهم، بل لاطلاعهم إما على نص ناسخ كما في قصة المتعة، متعة النساء، أو لظنهم أن القرآن أو السنة يأمران بأمر خلاف الذي بلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجمعون بين النصوص إما بطريقة النسخ وإما بطريقة صرف بعض النصوص إلى معنى آخر. وعلى أي حال فالكل متفق على أنه إذا لم يصح هذا الاجتهاد، إذا لم يثبت نص ناسخ في السنة، وإذا لم تثبت دلالة الكتاب على مخالفة هذه السنة الثابتة، فهذا يرد به اجتهاد هذا المجتهد ولو كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله. فالغرض أن عمر كان ينهى عن المتعة، وأجمع العلماء على عدم النهي عن متعة الحج، حتى من يقول بأفضلية حج الإفراد موافقا لعمر رضي الله عنه في تفضيله، لكنه لا يقول بقوله في النهي ولا يمنع الناس منه ولا يرى
لا يراه ولا يراه منسوخا عن التمتع، هذا مجمع عليه إجماع الأمة على ترك قول عمر رضي الله عنه في النهي عن التمتع، في النهي عن التمتع دليل على ما نقرره من أنه ليس لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قول، ولا حتى للخلفاء الأربعة الراشدين رضي الله تعالى عنهم. وهذا هو الفرق بين الفهم الغربي يعني السلطة الدينية للعلماء وللدولة، وبين فهم أهل الإسلام. هم يظنون أن أهل الإسلام عندهم أن الحاكم أو من له السلطة الدينية أو العلماء إنما يحكمون بحق إلهي بتفويض من الله جعلهم الله يحللون ويحرمون، نعوذ بالله من ذلك. هذا الفهم للثيوقراطية كما يسمونها، وللحق الإلهي الذي كانوا يعطونه للحاكم أو للأحبار والرهبان. ويظن البعض أن المسلمين يطالبون بدولة دينية على هذا الطريق، هذا جهل مبين، وهذا في الحقيقة نوع من الشرك، أعني إعطاء حق التشريع لغير الله سبحانه وتعالى. ولو كانوا العلماء، ولو كانوا الأئمة والأمراء، ولو كانوا الخلفاء الراشدين، فكيف يتصور أن المسلمين يطالبون بذلك؟ الأمة كلها مجمعة على أنه ليس لأحد أن يحلل ولا يحرم من قبل نفسه. وسترون كيف أن العلماء تأولوا فعل عمر رضي الله عنه، وعمر رضي الله عنه كان متأولا في النهي عن المتعة، وأنكر عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. من أنكر منهم ذلك وهو الصحيح أن قوله في النهي عن المتعة، لأنه يشتمل على النهي عن العمرة في أشهر الحج، وهذا لا يقوله الآن عالم، لا يقول حتى بالكراهة التي هي أدنى درجة النهي، لا يقوله أحد من أهل العلم على الإطلاق، الذي نحن بصدده في الفسخ يعني أخص من قول عمر. عمر رضي الله عنه ينهى عن التمتع مطلقا، وابن الزبير ينهى عن التمتع مطلقا. والفسخ أمر آخر، الفسخ نوع من التمتع، وهو أن يحرم بالحج فيفسخه إلى عمره، هذا الذي فيه الخلاف. لكن أصل التمتع أن يبدأ باعتمار في أشهر الحج ثم يحج من نفس العام، هذا أمر لم يختلف فيه العلماء في مشروعيته، في أنه إما هو الأفضل، أنه الأفضل، وإما أنه جائز مشروع لا ينهى عنه ولا نهي كراهة ولا نهي تحريم، لا نهي كراهة ولا نهي تحريم بأي درجة من درجة النهي. هذا كله لتأكيد المعنى الذي ذكرناه من أن الأمة لا تشرع، وليس لأحد منها أن يشرع، ولا الإجماع يشرع. والرسول صلى الله عليه وسلم نفسه مبلغ عن الله، والذي يفعله ويقوله هو بلاغ من الله عز وجل لنا، فالتشريع لله سبحانه وتعالى، هذا أمر لا يختلف فيه العلماء. فقول أحمد رحمه الله في أمر الفسخ هو الصحيح، لأنه ليس في كتاب الله ما يدل على منعه، وليس فيما احتج به عمر رضي الله تعالى عنه من أن كتاب الله يأمر بالتمام ما يدل على وجود النقص في أن يعتمر في أشهر الحج، أو حتى أن يفسخ العمرة، أفسخ الحج إلى عمرة، وإنما هو ظن أن هذه دلالة الكتاب. ولا شك أن نصوص السنة مقدمة على ظن بعض أهل العلم في تفسير آية من الكتاب. ولذلك كما ذكرنا نهي عمر عن المتعة والتمتع في أشهر الحج قد هجره العلماء، كما هجروا قوله جميعا، هم جميعا هجروا قوله في منع التيمم للجنب. المذاهب الأربعة وغير الأربعة كان خلافا قديما انعقد الإجماع على خلاف قول عمر، نعم رضي الله تعالى عنه، وهو عمر رضي الله عنه، عندما كان يمنع التيمم من الجنب، من كان يمنع الجنب من التيمم، ويرى أن التيمم رخصة لفقد الحدث الأصغر فقط. فاتفقت كلمة أهل العلم الآن على يعني منذ عصور كثيرة، منذ عصور بعيدة،
على عدم موافقة عمر رضي الله تعالى عنه على ما ذهب إليه من ذلك. قال النووي رحمه الله: قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وجماهير العلماء من السلف والخلف: الفسخ خاص بهم في تلك السنة لا يجوز بعدها، وإنما أمروا به تلك السنة ليخالفوا ما كانت عليه الجاهلية من تحريم العمرة في أشهر الحج. طبعا هذا الكلام فيه نظر يعني فيه نظر، أو قول الجمهور ليس بصحيح، رغم أنه قول جمهور أهل العلم، إلا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لسراقة بن مالك صريح جدا في أن هذا الفسخ للأبد. فقال في حديث جابر الطويل، قال: فقال: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال: يا رسول الله، ألي عامنا هذا أم لأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال: دخلت العمرة في الحج مرتين، لا بل لأبد أبد. وهذا نص لا يجوز لمن بلغه أن يخالفه ويقول بالتخصيص أو بأن هذا خاص بتلك السنة فقط، وإنما تأولوه على أن هناك كما ذكرنا ناسخ له. وقول أبي ذر رضي الله عنه ليس مرفوعا لا يعارض به المرفوع، ولذلك كما ذكرنا هذا من النصوص التي يجب أن يعمل بها خلافا لمن تأولها من العلماء. وأما أنهم أمروا به تلك السنة ليخالفوا ما كانت عليه الجاهلية، فقد كانت السنوات التي قبل ذلك كلها فيها مخالفة أمر الجاهلية، فكان النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر عمرة الحديبية في أشهر الحج، واعتمر عمرة القضاء في أشهر الحج، واعتمر عمرة الجئران في أشهر الحج، وكان قارنا في عمرة في حجه حجة الوداع، فكل ذلك كان كان كافيا. فأما أن يقال أن هذا هو السبب وأنه صار بعد ذلك منهيا عنه، فأين النهي؟ لم ينزل كتاب ينسخ ذلك، لأن في حجة الوداع نزل على النبي صلى الله عليه وسلم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ولم ينزل حلال ولا حرام بعد ذلك، فأين الناسخ؟ وكما ذكرنا بالإجماع آراء أحد العلماء، بل إجماعهم لا ينسخ، الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ. قال: ومما يستدل به للجماهير حديث أبي ذر رضي الله عنه الذي ذكره مسلم بعد هذا بقليل: كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة، يعني فسخ الحج إلى العمرة كما ذكرنا، هذا الذي ثبت وهو موقوف على أبي ذر، رأى أنه خاص، كما رأى عمر رضي الله عنه أن التمتع أصلا منهي عنه ولم يلتفت إلى ذلك. ولا يجوز أن تنسخ السنة بآراء بعض الصحابة خالفهم غيرهم فيها. يقول: وفي كتاب النسائي عن الحارث بن بلال عن أبي قال: قلت: يا رسول الله، فسخ الحج لنا خاصة أم للناس عامة؟ فقال: بل لنا خاصة. هذا حديث لم يثبت، وكيف يعارض به ما في الصحيح من حديث سراقة كما ذكرنا؟ لذلك بعض العلماء احتج بهذا الأمر بناء على هذا الحديث الذي رواه النسائي، وهو كما ذكرنا حديث ضعيف لا يثبت، وضعفه أحمد بن حنبل وغيره. يقول: وأما الذي في حديث سراقة: ألعامنا هذا أم لأبد؟ فقال: لأبد أبد، معناه جواز الاعتمار في أشهر الحج كما سبق تفسيره. الذي يتأمل الحديث يجزم بأنه ليس كذلك، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فليحل وليجعلها عمرة، وليجعلها عمرة. فقال: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم لأبد؟ هو يسأله عن الفسخ تصريحا وليس عن العمرة في أشهر الحج. ولذلك لا يعارض الضعيف، لا يعارض الضعيف الصحيح، الصحيح الذي ثبت في الصحيحين لا يجوز أن يعارض
بأحاديث ضعيفة. كما ذكرنا الحديث موقوف على أبي ذر. يقول: فالحاصل من مجموع طرق الأحاديث أن العمرة في أشهر الحج جائزة إلى يوم القيامة، وكذلك القران، وأن فسخ الحج إلى العمرة مختص بتلك السنة، بل كما ذكرنا ليس مختصا، بل الفسخ مشروع، وابن عباس رضي الله عنه كان يرى وجوبه لمن طاف بالبيت، ويرى أن من طاف بالبيت فقد حل شاء أم أبى، بل ابن عباس يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول: سنة نبيكم وإن رغمتم. الفسخ يقول ابن عباس أنه يحصل تلقائيا لمن طاف بالبيت شاء أم أبى، ويقول: سنة نبيكم وإن رغمتم. قوله صلى الله عليه وسلم: حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة، في بعض أو عامة النسخ في الشرح الذي اجعلوا الذي قدمتم بها، هي في الصحيح في النسخة الصحيحة والمتوافقة مع السياق اجعلوا التي قدمتم بها متعة. قالوا: كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ فقال: فعلوا ما أمركم به، فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم به. يقول: هذا دليل ظاهر لمذهب الشافعي ومالك وموافقيهما في ترجيح الإفراد، بل ليس بدليل أصلا، بل هو دليل على تفضيل التمتع لمن تأمل. يقول: وأن غالبهم كانوا محرمين بالحج. نعم، كانوا كذلك في أول الأمر وتركوه لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف يقال بترجيح الإفراد مع أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن المانع من موافقته لهم أنه ساق الهدي، وليس لأجل مخالفة أهل الجاهلية فقط في الاعتمار في أشهر الحج. يقول: ويتأول رواية من روى متمتعين أنه أراد في آخر الأمر صاروا متمتعين، كما سبق تقريره في أوائل هذا الباب. نعم، صاروا متمتعين في آخر الأمر امتثالا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف يفضل الحال الأول الذي تركوه لأمر النبي عليه الصلاة والسلام ويقال هو الأفضل، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بتركه وأن يتمتعوا؟ يقول: وفيه دليل للشافعي وموافقيه في أن من كان بمكة وأراد الحج إنما يحرم به من يوم التروية، وقد ذكرنا المسألة مرات. أما حديث أبي نضرة قال: كان ابن عباس يأمر بالمتعة وكان ابن الزبير ينهى عنها، ذكر فيها الروايات. يقول: وفي الرواية الأخرى، يقول: وذكر بعد هذا من رواية أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه كان يفتي بالمتعة ويحتج بأمر النبي صلى الله عليه وسلم له بذلك، لأن أبا موسى قال: لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، فصار قارنا أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يفسخ وأن يجعلها عمرة لأنه لم يسق الهدي. يقول: وقول عمر رضي الله عنه: إن نأخذ بكتاب الله فإن الله تعالى أمر بالإتمام. هذا احتجاج عمر رضي الله عنه. ما الذي جعل عمر رضي الله عنه يقول بأن الأفضل الإفراد؟ يقول: أن الله يقول: وأتم الحج والعمرة لله، فرأى أن الإتمام يقتضي عمرة مفردة وحجا مفردة، مع أن هذا ليس ظاهرا من الآية الكريمة، والله أعلم وأعلم. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام خير ما فسر به القرآن، فهذه عمرة تامة وحج تام عن التمتع، وأداءها في فالإتمام معناه أن من دخل في واحدة منها فلا بد أن يتمها. يقول: وذكر عن عثمان، ذكر مسلم عن عثمان أنه كان ينهى عن المتعة أو العمرة، وأن عليا خالفه في ذلك. لماذا إذن طالما اختلف الخلفاء الراشدون لماذا يقدم ويحتج بقول بعضهم على بعض، والإجماع منعقد على لزوم تحكيم السنة إذا اختلف الصحابة رضي الله عنهم؟ وكما ذكرنا يستحيل أن يجمعوا على خلاف السنة بغير ناسخ أو مؤول أو صارف لهذه السنة. يقول: وأن عليا خالفه، خلف عثمان في ذلك، وأهل بهما جميعا. وذكر قول أبي ذر رضي الله عنه: كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة. كما ذكرنا ظاهره مهجور بالإجماع، إن المتعة في الحج هو التمتع،
لكن مقصود أبي ذر أن الفسخ كان لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة. وذكرنا أن السنة الصحيحة في حديث جابر من قول سراقة يرد هذا القول، وأن هذا اجتهاد من بعض الصحابة خالفوا فيه النص المرفوع فلا بد أن يقدم النص. يقول وفي رواية كانت رخصة، وذكر قول عمران بن حسين، ذكر مسلم قول عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم أعمر طائفة من أهله في العشر فلم تنزل آية تنسخ ذلك، وهذا لأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا متمتعات، وعائشة كانت قارنة، وكان ذلك في العشر الأول من ذي الحجة. ويقول وفي رواية جمع بين حج وعمرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين حج وعمرة ثم لم ينزل فيها كتاب ولم ينهى. إذن فلا عبرة بقول أحد دون كتاب أو سنة. قال المازري اختلف في المتعة التي نهى عنها عمر في الحج، فقيل هي فسق الحج إلى العمرة، وقيل هي العمرة في أشهر الحج ثم الحج من عامه، يعني على ظاهر كلمة المتعة، وهذا الذي يظهر من مجموع النقل عن عمر رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه أنهم كانوا ينهيان عن المتعة التي هي الاعتمار في أشهر الحج. البعض يؤول أنها الفسخ فقط، والظاهر من قول عمر يقول فافصلوا حجكم عن من عمرتكم، يعني يكون عمرة مستقلة وحج مستقلا ليس في سفرة واحدة. يقول وعلى هذا، على هذا التفسير بأن المتعة هي العمرة في أشهر الحج، إنما نهى عنها ترغيبا في الإفراد الذي هو أفضل، لا أنه يعتقد بطلانها أو تحريمها، يعني يكون نهي إيه؟ تنزيه. وكما ذكرنا قد اتفقوا على أنها ليس منهيا عنها نهي تنزيه، بل لا ينهى عنها نهائيا. أقل أحوالها عند الجمهور الذين يفضلوا عند من يفضل الإفراد أنها جائزة، وليس أنها مكروهة ولا محرمة. قال القاضي عياض ظاهر حديث جابر وعمران وأبي موسى أن المتعة التي اختلفوا فيها إنما هي فسخ الحج إلى العمرة. قال ولهذا كان عمر رضي الله عنه يضرب الناس عليها ولا يضربهم على مجرد التمتع في أشهر الحج. أما ضرب عمر رضي الله عنه فلم يثبت، وإنما كان يرى ذلك، والله أعلى وأعلم. والذي يدل على أن النهي كان عن المتعة المعروفة أن عليا رضي الله عنه قال لعثمان رضي الله عنه ما تعمل إلى أمر أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فتنهى عنه، إذن ليس هو الفسخ، ولذا قال فأهل بهما جميعا. يبقى لما رأى عثمان ينهى عن المتعة على طريقة عمر رضي الله عنه متابعا لعمر أهل بهما جميعا، دل ذلك على أنه فعلا كان ينهى عن العمرة في أشهر الحج. يقول إنما ضربهم على ما اعتقده هو وسائر الصحابة أن فسخ الحج إلى العمرة كان مخصوصا في تلك السنة للحكمة التي قدمنا ذكرها. هذا النقل عن سائر الصحابة رضي الله عنهم فيه نظر، يكفي مخالفة علي ومخالفة ابن عباس وأبي موسى رضي الله عنه وسراقة وجابر. يقول قال ابن عبد البر لا خلاف بين العلماء أن التمتع المراد بقول الله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي هو الاعتمار في أشهر الحج قبل الحج. قال ومن التمتع أيضا القران، لأنه تمتع بسقوط سفره للنسك الآخر من بلده. قال ومن التمتع أيضا فسخ الحج إلى العمرة. هذا كلام القاضي. قلت والمختار إن أن عمر وعثمان وغيرهما إنما نهوا عن المتعة التي هي الاعتمار في أشهر الحج، صدق في ذلك، هذا الذي نهى عنه عمر. يقول التي هي الاعتمار في أشهر الحج ثم الحج من عامه، ومرادهم نهي أولوية للترغيب في الإفراد لكونه أفضل. وقد انعقد الإجماع بعد هذا على جواز الإفراد والتمتع والقران من غير كراهة، لذلك كما ذكرنا تركوا قول عمر في أن النهي هذا نهي حتى نهي تنزيه.
كراهة، ليس بكراهة، ليس بمكروه. يقول: وإنما اختلفوا في الأفضل منها، وقد سبقت هذه المسألة في أوائل هذا الباب مستوفاه، والله أعلم. لذلك نقول هذا الإجماع فعلا صحيح ومنعقد على مشروعية التمتع دون كراهة. تركوا قول عمر رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه، وعلى قول ابن على قول عروة بن الزبير أنه قول أبي بكر أيضا، ومع ذلك تركوا ترك العلماء جميعا هذا القول، وقالوا لا تكره العمرة ولا ينهى عنها، لا نهي تنزيه ولا نهي تحريم، تعظيم لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: أما قوله في متعة النكاح وهي نكاح المرأة إلى أجل، فكان مباحا ثم نسخ يوم خيبر، ثم أبيح يوم الفتح، ثم نسخ في أيام الفتح، واستمر تحريمه إلى الآن وإلى يوم القيامة. وهذا هو أصح الأقوال في هذه المسألة الذي ذكره النووي رحمه الله. وابن القيم رحمه الله يرجح أن النسخ إنما كان يوم الفتح فقط، ولم يتكرر الإباحة، لم تتكرر النسخ والإباحة. والصحيح أن النهي عن المتعة، عن متعة النساء، كان يوم خيبر، ثم أبيح أياما معدودة يوم الفتح لحاجة شديدة، ثم منع وحرم إلى يوم القيامة بالسنة الصحيحة. وعمر رضي الله عنه أظهر هذه السنة، فعمر رضي الله عنه جزم بأن نكاح المرأة إلى أجل زنا يرجم من فعله بالحجارة، وقال: أبت، يعني اقطعوا واتركوا نكاح هذه النساء، يعني التمتع بهن، فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة، يعني إن كان مستحقا للرجم للإحصان. وهذا كان فيه خلاف في العصر الأول، يقول النووي: وقد كان فيه خلاف في العصر الأول، يعني ابن عباس رضي الله عنه ومن وافقه ممن كان يرى جواز نكاح المتعة، وروي عنه وثبت عنه رجوعه، وأنه إنما كان يفتي به للضرورة، وأنه خير من الزنا. والصحيح أنه صار حكمه كالزنا بعد نهي النبي عليه الصلاة والسلام. فقول ابن عباس رضي الله عنه في هذا في نكاح المتعة قول مهجور لثبوت السنة وثبوت النسخ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس أن عمر رضي الله عنه هو الذي نهى عن نكاح المتعة، كما قد يظن البعض من بعض الأحاديث أن عمر هو أول من نهى عن متعة النساء. ليس كذلك، عمر رضي الله عنه أظهر ذلك ومنع منه وعاقب عليه، وأما أنه من شرع ذلك من عند نفسه فلا، وعمر أعرف برسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يحرم شيئا أحله النبي صلى الله عليه وسلم. الخلاف الآن مع الرافضة فقط الذين يجيزون نكاح المتعة ويتفننون في الترغيب فيها بالكذب والزور والباطل، ويضحك من خداعهم لأنفسهم وعوامهم فيما يفتون به من فضائل المتعة التي لا تخطر ببال، مع كونها شقيقة الزنا عند التأمل بعد تحريم النبي صلى الله عليه وسلم لها. فالنكاح إلى أجل نكاح باطل غير منعقد، وإذا بلغ الإنسان النهي وأقدم عليه فهو زان يستحق عقوبة الزاني، وإن لم يبلغه وتأول ما نقل عن ابن عباس أو ظن ثبوت المتعة متعة النساء وعدم النسخ فهذه شبهة يدرأ بها الحد، وإنما قال عمر: لن أوتى برجل، يعني بعد خطبته تلك، بعد أن بلغ الناس، لأن كأن الحدود تدرأ بالشبهات. فإذا لم يكن هناك شبهة وكان هناك زواج إلى أجل بعد بلاغ السنة وبلاغ النسخ فأستحق العقوبة، والله أعلم. وأهل السنة جميعا لا يختلفون في تحريم نكاح المتعة، النكاح المؤقت، النكاح المحدد بأجل. يقول: سأتي بسط أحكام هذا في كتاب النكاح إن شاء الله. شدد فيه عبد الله بن الزبير
على ابن عباس جدا، حتى قال إن رجلا أعمى الله قلبه كما أعمى بصره يفتي بالمتعة، فقال له ابن عباس إنك لجلف غليظ قد كانت تفعل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال جرب بنفسك ولئن فعلت لأجرمنك بأحجارك. فكان ما هو ده اجتهاد كان من ابن عباس رضي الله عنه. الخلاصة أن اجتهاد ابن عباس في المتعة كان مرجوحا، وقوله في متعة الحج كان صوابا موافقا للسنة. وعبد الله بن الزبير كان ينهى عن المتعتين موافقا لعمر رضي الله عنه، وأما نهيه عن متعة الحج فمهجور ومتروك، وأما نهيه عن متعة النساء فهو الثابت الصحيح لأنه الموافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالسنة هي الفيصل بين الناس. حديث جابر في حجة النبي صلى الله عليه وسلم سبق ذكره وشرحه كاملا بفضل الله سبحانه وتعالى. حديث سبرة الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة عام الفتح. حديث رواه مسلم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى، نحن نقرأ الحديث اللي بعد روايات أحاديث جابر لأنها سبق قراءتها وشرحها كاملة في ذي الحجة. قال مسلم حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة، وكانوا يسمون الحمص، وكان سائر العرب يقفون بعرفة، فلما جاء الإسلام أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفات فيقف بها ثم يفيض منها، فذلك قوله عز وجل ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام عن أبيه قال كانت العرب تطوف بالبيت عراة إلا الحمص، والحمص قريش وما ولدت، كانوا يطوفون عراة إلا أن تعطيهم الحمص ثيابا، فيعطي الرجال الرجال والنساء النساء، وكانت الحمص لا يخرجون من المزدلفة، وكان الناس كلهم يبلغون عرفات. قال هشام فحدثني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت الحمص هم الذين أنزل الله عز وجل فيهم ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. قالت كان الناس يفيضون من عرفات، وكان الحمص يفيضون من المزدلفة، يقولون لا نفيض إلا من الحرم، فلما نزلت أفيض من حيث أفاض الناس رجعوا إلى عرفات. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد جميعا لابن عيينة قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو أنه سمع محمد بن جبير بن مطعم يحدث عن أبيه جبير بن مطعم قال أضللت بعيرا لي فذهبت أطلبه يوم عرفة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا مع الناس بعرفة، فقلت والله إن هذا لمن الحمص، فما شأنه هاهنا؟ وكانت قريش تعد من الحمص. في رواية كانت قريش ومن دان دينها. قال النووي الحمص، قال أبو الهيثم هم قريش ومن ولدته قريش وكنانة وجديلة، قيل سموا حمص لأنهم تحمسوا في دينهم أي تشددوا، وقيل سموا حمص بالكعبة لأنها حمساء حجرها أبيض يضرب إلى السواد. ده كان زمان، أما الحجارة الآن فهي إيه؟ سوداء فيها بعض البياض اليسير. يقول وقد سبق قريبا شرح هذا الحديث وسبب وقوفهم بالمزدلفة، يقولون نحن أهل حرم الله لا نخرج منه، معلوم أن عرفات ليست من الحرم، وأن آخر الحرم مزدلفة، منى من الحرم، مزدلفة من الحرم، ومكة من الحرم أو كلها حرم إلى التنعيم وإلى
الجئران وإلى الحديبية. فكانت قريش تقف يوم عرفة يوم التاسع من ذي الحجة يقفون على مزدلفة، يقفون في مزدلفة ولا يقفون بعرفات، ويفيضون من مزدلفة إلى منى، والواجب أن يفيض من عرفة إلى مزدلفة إلى منى. فكان المشركون قد ابتدعوا هذا الحكم وتركوا ما كان عليه حج إبراهيم عليه السلام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الجاهلية يقف مع الناس، أو كان قبل هجرته عليه الصلاة والسلام، ونحن لا ندري بالضبط تاريخ رؤية جبير بن مطعم للنبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه قبل الهجرة، فإنه بالقطع لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلا مرة واحدة. فهذه المرة التي رآه فيها جبير بن مطعم كانت قبل الهجرة، يمكن أن يكون في الجاهلية ويمكن أن يكون في الإسلام. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف مع الناس وقريش هي التي كانت تقف بمزدلفة. ويبعد جدا أن يكون جبير بن مطعم بعد الإسلام وفي حدة الوداع يتعجب من وقوف النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا كان في مرة قبل الهجرة، والله أعلم. وقوله كانت العرب تطوف بالبيت عراة إلى الحمص، يقول هذا من الفواحش التي كانوا عليها في الجاهلية. وقيل نزل فيه قوله تعالى وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. قال تعالى قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. نعوذ بالله. تنظر إلى جهالة العرب وضلالها في هذا الحديث، تعرفه من هذا الحديث أنهم يقولون لا نطوف في ثياب عصينا فيها الله. فهل يرضى الله عز وجل أن يطوف الرجال والنساء عراة أمام بعضهم بعضا؟ من خزعبلاتهم وخرافاتهم. وقريش ألا يعصون الله؟ كانوا يشركون بالله عز وجل، لكن يعطونهم ثيابا يطوفون بها، وإلا طافوا عراة حتى يبدو فرج المرأة والعياذ بالله. فاليوم فتقول اليوم لا أحله، يبدو بعضه أو ما بدا منه فلا أحله بعضه أو كله والعياذ بالله. ربما تطرح شيئا على فرجها ويبدو فرجها أثناء الطواف، نعوذ بالله. نسأل الله العافية والحمد لله الذي عافانا. قال الله عز وجل يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فالأمر بستر العورة. ولهذا كان طوافهم بالبيت عراة من أمر الشيطان. قصة آدم تدل على أن الشيطان هو الذي يأمر بالعري، فأدخلوا ذلك في الدين، وصار الأمر إلى زماننا هذا الذي يتعرى فيه الناس في الطرقات. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأن من أمثال هؤلاء من تقوم عليهم الساعة يتسافدون تسافد الحمر، يعني يتعاشرون في الطرقات معاشرة الحمير. وهذا ونسأل الله العافية قد وقع في بلاد الغرب، بل وفي من يعني تشبه بهم من بلاد المسلمين وسخروا لهم أماكن تفعل بها هذه الفواحش والمنكرات، ونسأل الله العافية. وهذا كله من أمر الشيطان ومن الفواحش الفظيعة المنكرة، نسأل الله العافية. يقول ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الحجة التي حجها أبو بكر رضي الله عنه سنة 9 أن ينادي مناديه أن لا يطوف بالبيت عريان، ومنع الله عز وجل سنة الجاهلية بفضل الله. حديث جبير بن مطعم قال القاضي كان هذا في حجه قبل الهجرة صلى الله عليه وسلم، وكان جبير حينئذ كافرا وأسلم يوم الفتح وقيل يوم خيبر، فتعجب من وقوف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات، والله أعلم. وجبير بن مطعم الظاهر أنه أسلم يوم الفتح، ولكن كان قد دخل الإسلام في قلبه منذ أسر، وسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في سورة الطور. قال حتى بلغ قول الله عز وجل، لم يؤس أقصد عندما ذهب في فداء أسرى بدر، استغفر الله،
سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم، سوى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في المغرب بالطور، يقرأ حتى إذا بلغ قول الله عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. قال: كاد قلبي أن يطير. وأبوه مطعم ابن عدي الذي قال، الذي أجار النبي صلى الله عليه وسلم، وقال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: لو كان المطعم ابن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنة لأطلقتهم إليه. كان لو أنه كلمه في أسر بدر أن يطلقهم مجانا لفعل، ولكن لم يكن المطعم ابن عدي حيا، مات في الكفر. ولا حول ولا قوة إلا بالله، فسبحان مقلب القلوب. لكن ابنه جبير رضي الله عنه من فضلاء الصحابة رضي الله عنه، كتب الله له الإسلام. حدثنا قال مسلم: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار، قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر قال: أخبرنا شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منيخ بالبطحاء، فقال لي: أحججت؟ فقلت: نعم. فقال: بما أهللت؟ قال: قلت: لبيك بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، أو في بعضها كإهلال، يعني في بعض النسخ بإهلال النبي أو بإهلال كإهلال النبي، وأظن هذا هو الصحيح. والنووي يشرح على ذلك، النسخ اللي عنده كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال فقد أحسنت، طف بالبيت وبالصفا والمروة وأحل. قال: فطفت بالبيت وبالصفا والمروة، ثم أتيت امرأة من بني قيس، فقلت ففلت رأسي ثم أهللت بالحج. قال: فكنت أفتي به الناس حتى كان في خلافة عمر رضي الله عنه، فقال له رجل: يا أبا موسى، أو يا عبد الله بن قيس، رويدك بعض فتياك، فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك، ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعدك. فقال: يا أيها الناس، من كنا أفتيناه فتيا فليتئد، فإن أمير المؤمنين قادم عليكم فبه فأتموا. قال: فقدم عمر رضي الله عنه، فذكرت ذلك له، فقال: إن نأخذ بكتاب الله فإن كتاب الله يأمر بالتمام، وإن نأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى بلغ الهدي محله. لذلك لما رأى أبو موسى ذلك لم يترك الفتية بما كان يفتي به من المتعة. وهذا الذي يدلك على أن عمر رضي الله عنه كان ينهى عن الاعتمار في أشهر الحج، لأن حديث أبي موسى أنه كان يفتي بهذه المتعة بما أمره به النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أن يعتمر ثم يتحلل. وعمر رضي الله عنه اشتبه عليه عدم تحلل النبي صلى الله عليه وسلم، وظن أنه كان مفردا، مع أنه كما ثبتت الأحاديث كان قارنا ولم يتحلل لأنه ساق الهدي، وليس معنى ذلك أنه لم يعتمر مع حجته. وأما الأخذ بالتمام فالأمر بالإتمام يقتضي أن من دخل في الحج أو في العمرة وجب عليه أن يتمها بإتمام أركانهما وأداء واجباتهما، وليس يلزم من ذلك أن يحرم من دويرة أهله كما ظنوا ذلك. قال: في الحديث فوائد، منها جواز تعليق الإحرام، فإذا قال: أحرمت بإحرام كإحرام زيد، صح إحرامه، وكان إحرامه كإحرام زيد. فإن كان زيد محرما بحج أو بعمرة أو قارنا كان المعلق مثله، وإن كان زيد أحرم إحراما مطلقا كان المعلق مطلقا، ولا يلزمه أن يصرف إحرامه إلى ما يصرف زيد إحرامه إليه، لأنه انعقد مطلقا وكل منهم حر بعد ذلك. قال: فلو صرف زيد إحرامه إلى حج كان للمعلق صرف إحرامه إلى عمرة، وكذا عكسه. قال: ومنها استحباب الثناء على من فعل فعلا جميلا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحسنت، قد أحسنت، لشدة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لم يدري ما السنة
لم يدري ماذا يحرم به النبي عليه السلام، فقال أحرمتك إحرام، أهللت بإهلال، لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، من حبهم للنبي عليه الصلاة والسلام وتبعتهم له. قال أما قوله صلى الله عليه وسلم طف بالبيت وبالصفا والمروة وأحل، فمعناه أنه صار كالنبي صلى الله عليه وسلم، وتكون وظيفته أن يفسخ حجه إلى عمره، يعني صار كالنبي صلى الله عليه وسلم أنه صار إيه؟ قارنا على الصحيح. هو ابن النووي يفسرها أن الرسول أحرم إيه؟ مفردا ثم صار قارنا. وقد رجحنا أن القران كان من البداية، لأنه أتاه الآتي في الليلة التي أحرم في صبيحتها، قال أتني الليلة آت من ربي وقل، فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يبد بمزدلفة إلا ليلة واحدة هي ليلة الأحد، فأين يكون أحرم ابتداء بعمرة بحج ثم أدخل عليه العمرة؟ الصحيح أنه أحرم ابتداء بحج وعمرة، صار أبو موسى قارنا وصار مأمور بالفسخ أيضا، فالمأمور بالفسخ هو كل قارن أو مفرد لم يسق الهدي. قال تكون وظيفته أن يفسخ حجه إلى عمرة، فيأتي بأفعالها وهي الطواف والسعي والحلق، كما ذكرنا كان هنا التقصير لأنهم كانوا قبل الحج بقليل وقد أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يخصوا. قال فإذا فعل ذلك صار حلالا وتمت عمرته، وإنما لم يذكر الحلق هنا لأنه كان مشهورا عندهم، ويحتمل أنه داخل في قوله وأحل. قوله أتيت امرأة من بني قيس ففلت رأسي محمول على أن هذه المرأة كانت محرما له، وهذا لا يتصور غيره. قوله ثم أهللت بالحج يعني أنه تحلل بالعمرة وأقام بمكة حلالا إلى يوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة، ثم أحرم بالحج يوم التروية كما جاء مبينا في غير هذه الرواية. فإن قيل قد علق علي بن أبي طالب وأبو موسى رضي الله عنهما إحرامهما بإحرام النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر عليا بالدوام على إحرامه قارنا وأمر أبا موسى بفسخه إلى عمره، فالجواب أن عليا رضي الله عنه كان معه الهدي كما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم الهدي، فبقي على إحرامه كما بقي النبي صلى الله عليه وسلم وكل من معه هدي، وأبو موسى لم يكن معه هدي فتحلل بعمره كمن لم يكن معه هدي، ولولا الهدي مع النبي صلى الله عليه وسلم لجعلها عمره، وقد سبق إيضاح هذا الجواب في الباب الذي قبل هذا. فلت رأسي بتخفيف اللام، رويدك بعض فتياك أي أرفق قليلا وأمسك عن الفتيا، يقال فتيا وفتوى لغتان مشهورتان. ما أحدث أمير المؤمنين في النسك ظنوا أنه أحدث يعني شيئا، كان في الحقيقة فعلا أمرا محدثا ناشئا عن اجتهاد من عمر رضي الله تعالى عنه. ظن أبو موسى رضي الله عنه أنه ربما علم عمر شيئا من السنة يخالف ما كان يعلمه، فتريث وتوقف وأمسك عن الفتية، حتى إذا علم أن عمر لم يأتي بشيء من السنة وإنما كان من أجل عدم تحلل النبي صلى الله عليه وسلم ولما تأوله من القرآن كما ذكرنا، كان يفتي بما يفتي به بعد ذلك. قال القاضي في كلام عمر: ظاهر كلام عمر هذا إنكار فسخ الحج إلى العمرة، وأن نهيه عن التمتع إنما هو من باب ترك الأولى، لأنه لا أنه منع ذلك منع تحريم، مش لأنه، لا أنه منع ذلك منع تحريم وإبطال. ويؤيد هذا قوله بعد هذا: قد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله أصحابه، ولكن كرهت، قد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله أصحابه، لكن كرهت أن يظلوا معرسين بهن في الأراك، في النساء يعني. كره عمر ما كرهه الصحابة وقالوا: يا رسول الله نأتي عرفة تقطر مذاكرنا المني، فقال: انظروا ما أمركم به ففعلوا. فعمر لم يسمع ذلك، مع منزلته من النبي عليه الصلاة والسلام لم يسمع، ولو سمع لما قال، لأنه كره. انظر إلى الذي دفعه إلى ذلك، كان يرى أن يكون الحج خالصا بعيدا عن الشهوات، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بأمر فلا بد أن نأخذ بما أمر به عليه الصلاة والسلام.
تقطر مذاكرنا المنية عن الذكور، يعني عضو الذكر، يعني هيجامع المرأة وبعد يومين ولا بعد يوم يذهب إلى عرفة. فبيقول لا أنا عايز أقف بعرفة، ماليش دعوة بالإيه؟ بالنساء، بالشهوة. في الرواية الأخرى عن أبي موسى رضي الله عنه قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منيخ بالبطحاء، فقال بما أهللت؟ قال قلت أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال هل سقت من هدي؟ قلت لا. قال فطف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل. فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أتيت امرأة من قومي فمشطتني وغسلت رأسي، فكنت أفتي الناس بذلك في إمارة أبي بكر وإمارة عمر، فإني لقائم بالموسم إذ جاءني رجل فقال إنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في شأن النسك. فقلت أيها الناس من كنا أفتيناه بشيء فليتئد، فهذا أمير المؤمنين قادم، قادم عليكم فبه فأتموا. فلما قدم قلت يا أمير المؤمنين ما هذا الذي أحدثت في شأن النسك؟ قال إن أخذ بكتاب الله، فإن الله عز وجل قال وأتم الحج والعمرة لله، وإن نأخذ بسنة نبينا صلى الله عليه الصلاة والسلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى نحر الهدي. دل على أنه تأول السنة. عن أبي موسى رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني إلى اليمن، قال فوافقته في العام الذي حج فيه، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا موسى كيف قلت حين أحرمت؟ قال قلت لبيك إهلالا كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال هل سقت هديا؟ فقلت لا. قال فانطلق فطوب البيت وبين الصفا والمروة ثم أحل. ثم ساق الحديث عن أبي موسى أنه كان يفتي بالمتعة، فقال له رجل رويدك ببعض فتياك، فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعد، حتى لقيه بعد فسأله عمر قد فقال فسأله فقال عمر قد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله وأصحابه، ولكن كرهت أن يظلوا معرسين بهن في الأراك ثم يروحون في الحج تقطر رؤوسهم، يعني ماء لأجل الغسل، بهن أي بالنساء، عود الضمير النساء للعلم بهن وإن لم يذكرن، ومعناه كرهت التمتع لأنه يقتضي التحلل ووطئ النساء إلى حين الخروج إلى عرفات. وده دليل ان هو كان لا ينهى نهي ايه تحريم، ولكن اجتهد فاخطأ. كان يعلم انه فعله، فعل مش النبي صلى الله عليه وسلم، بعض الصحابة، لان هو كان بيتأول ان الرسول لم يتحلل. ما دي ما عرفهاش هو عمر رضي الله عنه. افعلوا ما قلت لكم دي لما ذكروا نفس الشبه دي لم يطلع عليها عمر رضي الله عنه. الاهلال هو رفع الصوت بالتلبية عندما يحرم بها، يقول لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حجة، لبيك اللهم عمرة وحجة. المتعة، متعة الحج أن يعتمر في أشهر الحج ثم يحج من نفس العام. متعة النساء الزواج إلى أجل. هل قام سيدنا عمر بتغيير آية محكمة وهي آية الطلاق وجعله مرة واحدة بدلا من ثلاث؟ هل هذا يبيح لغيره أن يغير شيئا أو يرده بحجة ظروف العصر؟ قضية خطيرة. رضي الله يعني عمر رضي الله تعالى عنه رأى الناس تتابعوا في الطلاق الثلاث بلفظ واحد وهو محرم ولاعب بكتاب الله، فأراد أن يعاقبهم تعزيرا لهم، فأمر بإمضاء الثلاث عليهم ومنع الرجل من أن ينكح امرأته التي طلقها ثلاثا بلفظ واحد، مع أن هذا كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل واحدة، فاجتهد في منعهم من مباح ليزجرهم به عن محرم. وظن الأكثر من أهل العلم أن طلاق الثلاث بلفظ واحدة يعد ثلاثا ناسخ لما كان عليه الأمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدر من خلافة عمر أنهم يجعلون الثلاثة واحدة، ظن من ظن أنه ناسخ، والحقيقة أنه كان تعزيرا من عمر كما ذكرنا، يمنعهم من مباح عقوبة لهم على ارتكاب محرم
ليزجرهم عن ذلك المحرم، وليس أنه ممنوع مطلقا لكل زمان ولكل عصر. فالصحيح أن طلاق الثلاث يجعل واحدة، وإن رأى الإمام إمضاءه تعزيرا كان له سلف في عمر رضي الله عنه. لا مش الباب ده، تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان معناه اللي ينطبق عليها الفتوى اللي توقيعه على واقع معين، اللي هي قصة عدم إقامة حد السرقة في عام المجاعة. ليه؟ ايه اللي اختلف؟ الحكم باقي ومستمر، ولكن الذين سرقوا كانوا جياعا مضطرين، فمن سرق مضطرا لجوعه فله حق في مال أخيه في الحقيقة، فهذا مانع يمنع من إقامة الحد عليه. يعني إنسان جائع أو عاري فأخذ ثوبا أو أخذ طعاما دون إذن صاحبه، ولم يتمكن من أخذه باستئذان بل خفية وخلسة، وأخرجه من حرز، وسائر شروط السرقة منطبقة إلا شرط الاضطرار، فهذا الذي يتغير فيه الحال، وهو متغير فعلا. إن لو إن إنسان في زماننا سرق مضطرا لطعام لا يجد وسيلة للأكل مع جوعه إلا أن يسرق فهو معذور، لا يجد وسيلة لستر عورته إلا بأن يأخذ ثوبا قد استغنى عنه صاحبه بغير إذنه فهو معذور ولا يقطع بذلك. هذا الذي هو تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان. عموما هو الآن مضطر، هو الآن مضطر، فإذا اضطر إلى الطعام أخذه، والصحيح أنه تلزمه قيمته إذا أيسر. لا ممكن، أنهم سرقوا بعيرا، غلمان حاطب كان سرقوا جمل عشان يأكلوا، فلم يقطعهم عمر رضي الله عنه، وليس أن عمر عطل الحد، عشان الزنادقة ومن وافقهم يقولوا يجوز تعطيل الحدود، الإمام شاف المصلحة في كده، نعوذ بالله من الضلال، عشان يرد الأمر إلى الأهواء الضالة المنحرفة التي تكره شرع الله عز وجل. أعداء الإسلام كرهين للشريعة، مش عايزين الشريعة، لا يريدون يعني إقامة شرع الله عز وجل، يوم يخترعوا لهم الوسائل التي يعني يهربون بها من إقامة شرع الله. لا هم خلوهم يعلنوا أن هم، لأن مهما كان لو ما لقوش مخرج هيقولوا مش عايزين الشريعة. أو شوفوا العلمانيين اليومين دول هجومهم على يعني ومطالبتهم بإلغاء المادة التانية دي، مع إنها مش متطبقة في الحقيقة، هي المادة التانية دي طبقت فعليا، وإن الشريعة الإسلامية تم فعلا إقامتها، ولكن هم مش عايزين الكلمة نفسها. نسأل الله العفو والعافية، والله أمر عجيب اللي يطالب بإلغاء الألف واللام. شوف يعني في يعني عايزين الشرك، يعني عايزين ايه؟ عايزين ان يكون في مصادر تانية رئيسية برضو، ما تبقاش الشريعة الانسانية المصدر الرئيسي. اللي يقول كده اللي يموت على كده ما بقاش مسلم. لا ده العلمانية في الزنقات دي بتطلع بتطلب راس، مع انه مش مطروحة، ده المادة مش مطروحة للتغيير اصلا، ما هم ما قالوش هيغيروها. ومع ذلك تلاقوا في الزحمة. العلمانيين فعلا والله حاجة في منتهى، وتعويد الناس على التجرؤ على الدين والطعن في أغلظ المقدسات، يعني المجرمة المرتدة اللي كاتبة بتقول الإله يقدم استقالته والعياذ بالله. وهو فعلا ان الكفر اصلا ما عندهمش تشريعات، بس الواحد بيتعجب ازاي الحملة على الاسلام، وان هي فرصة ان الهجوم على الدين وحتى على 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 على, 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 على رب العالمين وعلى الكتاب وعلى النبوة وعلى الشريعة في 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 مجملها. ويعني نسأل الله العفو والعافية، شيء يتعجب له الإنسان والله، ويقولوا إن هم طب تشوف هم بيعملوا إيه، خايفين من تقطيع كام إيد وكم رجل. هو الرسول صلى الله عليه وسلم قطع كام واحد؟ هم ثلاثة اللي ثبت إنهم قطع إيدهم، المخزومية والرجل الذي سرق رداء صفوان، والحديث الثاني الله أعلم هو ولا شو اللي هو الذي علق رقبته في يده. فهذه اللي ثبت قطع ثلاث أيام. طب هم بيقطعوا قد إيه في البشر؟ تاريخهم مليء بتقطيع البشر قد إيه؟ تاريخ الغرب
في حل استعمار الاستخراب وفي زماننا المعاصر والحروب اللي قامت بينهم. وسبحان الله الواحد يتأمل كده التاريخ يعني عبرة واعظة. لما ظلموا المسلمين بعد الحرب العالمية الأولى وبعد سقوط الخلافة وطاحوا في المسلمين وأفسدوا في الأرض ويعني أفسدوا أعظم إفساد، ربنا سلطهم على بعضهم في الحرب العالمية الثانية، يعني هم انتصروا وهاجوا واحتلوا كل دول العالم الإسلامي تقريبا على الجزيرة العربية، وقتلوا من المسلمين من قتلوا في سبيل توطين ملكهم وسلطانهم، ما كملوش 20 سنة، أقل من 22 سنة، وقامت الحرب التي أبادت 60 مليون إنسان غير اللي ماتوا، أو 65 مليون إنسان قتلا مباشرا وعامتهم في أوروبا، ودمروا بلادهم تدميرا عجيبا. ولذلك كلما ازدادوا ظلما للمسلمين ربنا عز وجل يسلطهم على بعضهم، يعني هذا. وإن كانت أصلا أعمار الأمم ما احنا مش نقول مش شايفين، بس يفعل الله عز وجل ما يشاء، أعمار الأمم تقص ب10 و20 و30 سنة، الأمور أطول من ذلك. الله المستعان. معلش الأسئلة بنجيب عليها يوم الجمعة وتوضع على الموقع بعد ذلك. المساجد التي بنيت بأموال محرمة هل يجوز الصلاة فيها؟ إن كان صاحبها قد تاب إلى الله عز وجل وهو يتخلص من هذا المال ببناء مسجد في مكان يحتاج فيه المسلمون المسجد توبة إلى الله من هذا الحرام الذي لا يعرف له رد، المال ده ما يعرفوش رد، فتصح الصلاة فيه. وأما إذا كان مع بقائه على الحرام وليس ينفق هذا المال توبة إلى الله عز وجل فلا يجوز أن يصلى في هذا المسجد. رقاصة بتاع مخدرات بتاع بائع خمر مغتصب أموال الناس، حكم الصلاة في هذا المسجد كالصلاة في الأرض المغصوبة. الصلاة صحيحة مع الإثم. وأما إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا فنحن نقول بذلك، هو ده الدليل. الصلاة صحيحة مع الإثم.